فيك استاذ قاسم. كنت عم بحكي انا وياك محضر للحلقه وحكينا عن معلومات عم تتقاطع، بدايه زياره وزير الخارجيه الفرنسي باليومين الماضيين، وحمل معه مجموعه من المقترحات والتحضير لتفاهم يشبه تفاهم نيسان 96 بعد عناقيد الغضب. بدي اسمع منك ما هي المعلومات المتوافره لديك، والاهم اليوم شو موقف اللبنانيين، شو موقف حزب الله من هذا الموضوع؟ صحيح، كما أشرت منذ فترة في بعض الأوساط الدبلوماسية في بيروت، وخصوصا الأوساط القريبة من الدول التي لها حضور في قوات الطوارئ الدولية، تطرح فكرة بأنه بالتزامن مع العودة إلى تطبيق القرار 1701 نحن بحاجة إلى صيغة جديدة لرعاية هذا الاتفاق، تشبه إلى حد ما صيغة رعاية تفاهم نيسان الذي وقع أو تم التفاهم عليه عام 1996، وأنا ذلك طبعا كان الرئيس سعد الحريري رحمه الله رئيسا للحكومة، رفيق الحريري عفوا، فحيث كان هناك عدة دول رعت تطبيق التفاهم، منها سوريا وفرنسا وأمريكا وإيران. نحن اليوم بحاجة حسب بعض المعلومات الدبلوماسية إلى من يرعى، لأنه لا مجال اليوم يعني إصدار قرار جديد غير 1701. 1701 يبقى هو الإطار القانوني الذي يستند إليه، لكن بحاجة إلى مسار موازي، وهو ما يسمى إطار إيجاد لجنة أو هيئة أو إطار يشبه تفاهم نيسان لمتابعة التنفيذ. طبعا كل هذه المعلومات وكل هذه السيناريوهات مرتبطة بوقف الحرب على غزة، لأن لبنان الرسمي وحتى حزب الله طبعا يقولان بأنه لا يمكن البحث بأي صيغة تنفيذية للمتابعة قبل وقت الحرب في غزة. لكن ما يجري اليوم هو عرض مجموعة سيناريوهات، أفكار متعددة، تكون جاهزة عند الوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار في غزة. نعم، وهذا الموضوع هلأ عم بيصير، يعني وصل اليوم وفد حماس إلى القاهرة، وهلأ كان معنا مداخلة عم بيقولوا أنه بالأسبوعين المقبلين ممكن تبلش الهدنة الأولى، المرحلة الأولى من الثلاث مراحل المتتالية. أستاذ قاسم. نعم تفضل. أنا بالنسبة لغزة طبعا البحث جدي، ونحن في مرحلة المفاوضات الجدية، لكن علينا أن نكون حذرين من التصريحات الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين يتحدثون عن التحضير لعملية تستهدف رفح، وهذا القصد سيكون خطيرا جدا، يستهدف الأمن المصري ويستهدف الفلسطيني. لذلك المهم الحذر، لأنه كما حصل أمس في العراق وفي سوريا قبلها، أنه في ظل المفاوضات يتم تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية لاستهداف أما مناطق سورية أو عراقية أو قيادات، وهذا ما يجري، لأن كلام نتنياهو أمس خطير جدا. نعم. والمعطيات الإسرائيلية خطيرة بهذا المجال، يجب الانتباه لها خصوصا من قبل قوى المقاومة ومن قبل القيادة المصرية، لأن مصر هي ستكون مستهدفة بأي عملية تجري في منطقة رفح. طبعا، وكانت عبرت مصر عن استعدادها لمواجهة عسكرية مع إسرائيل في حال قررت أنه تستهدف رفح. بس بكل الأحوال بدي أرجع بس شوي لتفاهم نيسان. كنت عم تقول أنه بوقتها كان في طبعا ظروف مختلفة، كان في رعاية سورية، كانت سوريا حاضرة، كان الرئيس رفيق الحريري، كان الرئيس الياس الهراوي. اليوم كنت عم تقول أنه من سيرعى التفاهم الجديد؟ في رباعية، في لجنة رباعية ستتشكل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وأعتقد إيطاليا كانوا مطروحين للرعاية، بس ما بيكفوا. يعني اليوم هل من بعد يعني هناك حاجة أولا لدور إيران، وهذا مسألة بديهية تماما. هل إيران اليوم سترعى هذا الاتفاق أيضا برأيك؟ يعني إذا حصل تفاهم، أنا برأيي إيران كما حصل سابقا كان لها دور في رعاية العديد من التفاهمات، سواء ما بعد اتفاق الدوحة، ما بعد بتفاهم نيسان، بأكثر من محطة إيران كان لها دور. طبعا هذا لا يلغي دور حزب الله، لكن إيران يبقى قوة إقليمية في المنطقة، إضافة لدور عربي، لأن كمان نحن سنكون في المرحلة المقبلة أمام تحدي يواجهه جنوب لبنان، هو تحدي إعادة إعمار المناطق التي تهدمت. صحيح أن الحجم لا يوازي حجم 2006، لكن حسب المعلومات من أبناء القرى الحدودية أن نسبة التهديم ونسبة الدمار كبيرة جدا في مناطق القرى الحدودية، وتحتاج، وحسب معلوماتي أن حزب الله بدأ
التحضير لخطة لكيفية الإعمار، أو على الأقل جمع المعلومات، لأن هذا الموضوع سيكون أحد أبرز التحديات بالنسبة للجانب الأمني والعسكري، هو موضوع إعادة الإعمار. وجود دولة عربية مثل قطر مثلا، وهي الشريكة في موضوع البحث عن النفط، نعم تنقيب عن النفط في شركة توتال، قد يكون لها دور ما في هذه، خصوصا لها علاقة جيدة مع إيران ومع حزب الله. نعم وأصلا من بين المقترحات هو الدعم الاقتصادي والاستثماري للبنان، وهذا صحيح بشقه صحيح يعني حتى أوسع من إعادة الأعمار، يعني هذا إعادة أعمار ويعني دعم استثمار، اقتصادي ما هيك؟ صحيح صحيح نعم صحيح. نعم هناك طرح اليوم متكامل، لكن كل ما يطرح اليوم هو سيناريوهات تقديرية تحضيرية، لكن كلها مرتبطة بما يجري في غزة في غزة. ووقف في غزة. بس برأيك هل يمكن أنه نبلش نشوف مؤشرات لهذا التفاهم أو هذا الاتفاق مع بداية الهدنة الأولى بغزة؟ يعني عمليا حسب يعني المواقف في قيادة حزب الله، أنه عندما تتوقف الحرب في غزة ستتوقف العمليات من قبل حزب الله، لكن هذا مشروط بما يخططه الإسرائيليون. لذلك الأمريكيون اليوم والفرنسيون يتحركون لكي لا تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية ما نعم بعد وقف النار في غزة على الجبهة الجنوبية، وإعطاء وقت للمعالجة، لأن الإسرائيلي يعتبر أنه إذا لم يتم سحب مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان سيظل الخطر قائما بالنسبة للمستوطنات، لذلك هو يهدد بعمل عسكري أيضا على الجبهة الجنوبية. التحرك الفرنسي والأمريكي والبريطاني يهدف لإعطاء فسحة ما من الوقت بعد وقف إطلاق النار في غزة للتوصل إلى صيغة معينة، كما تحدثنا عن تفاهم نيسان أو ما يشبهه، لترتيب الوضع في جنوب. نعم شكرا لك الكاتب السياسي قاسم قصير على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على هذه المعلومات. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية كذلك عم تلعب هذا نعم الدور، يعني شفناه اليوم هلأ كمان باجتماع القاهرة، هي ترعى يعني هذا وهي الموضوع، وخاصة كذلك هلأ العلاقات ما بين السعودية وإيران وإيران أكيد ستعكس إيجابا على هذا الاتفاق الإطار. ولكن مثل ما قال، هي أهم نقطة اليوم أنه تكون مرتبطة بوقف الحرب بغزة، وبالتالي يعني لا يجوز اليوم نجي نقول اليوم حنعمل هالاتفاق الإطار لجنوب لبنان وننسى غزة، يعني هذا شرط أساسي أعتقد أنه لازم ما أحد يقدر يتنازل عنه تيقدر يكون أقوى، لأنه بالنهاية نحن منطقة واحدة نعم. ويجب أن يكون السلم بغزة.